ومن شر حاسد إذا حسد، صح؟ هيدي ربنا ذكر الحسد بالقرآن الكريم. الحسد مذكور، في ناس بقول لك أنا ما بآمن بالحسد، في ناس بقول لك أنا ما بآمن بالعين، في ناس بقول لك أنا ما بآمن بالسحر، مع أنه الحسد والسحر مذكورين بالقرآن. هلا العلمانيين يمكن ما كتير بياخدوا بهذا الموضوع، السحر والعين، يعني اللي كتير مثقفين ومتعلمين، والعلمانيين كمان ما بيهمهم هذا الموضوع، ما بياخدوا فيه، مع انه هذا موجود بالدنيا، وفي ناس بخافوا منه كتير، وفي ناس بيعتقدوا كتير. اذا الفراعنه كانوا يعتقدوا منه ايام الفراعنه، كانت السحره موجوده، ولو ايام النبي يوسف، ولو بجيبوا السحره كلها واجتمعوا وجابوا الحياة، انتو معكم خبر انه هي ما كانت حياية، ان زادتوا حبال. نحن دايما بسورة يوسف او بمسلسل يوسف اللي حضرناه، انه حتى تخيل لهم انهم يعني افعى او شيء، خيل لهم انه هي مثلا ثعبان او شيء، فهو ما كان زادتوا حبال الصحراء، فالناس التانيين افتكروها حياة. هلا في ناس بيقولوا لا حولوها حياة، جابوا هن ما تحولت حياة، فهي خيلت لهم. انه في ناس بيقولوا لا انه صار انه جابوا حبال وعملوها حياة، فكانت بتاعت النبي موسى عليه السلام اكلتهم كلهم، حتى آمنوا، في منهم آمنوا بالنبي موسى عليه السلام أيام فرعون، صح؟ وأيام الفراعنة كانت السحرة موجودة، فما فينا ننكر هالشي. بسورة موسى موجودة، بسورة يوسف جابوا السحرة، إنه أو مش السحرة، المفسرون بالعلم، المفسرون الأحلام، تأويل الأحاديث وهيك، اللي هي سبع سنبلات خضر يأكلهن سبع يابسات وسبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف، فكانت هي وقت أصل السنين، وفسرن إياها. أنا رحت على موضوع آخر، فهي كانت على أيام النبي موسى عليه السلام موجود السحر، الحسد موجود بالقرآن كمان، والعين موجودة. العين هلا دائما الواحد بده يرقي اولاده من العين، دائما بسوره ياسين او عكيل مبين يدعي، عكيل مبين فيها سبعة مبينة. سورة ياسين هي ياسين يا وسا مكتوب، مش تقروها يا وسا، في ناس او اللي ما بيعرف في يقرا كثير قران، في ناس ممكن لغتهم العربية عايشين بامريكا وهيك، حطوها سي دي، حطوها بالسيارة، هذه بتحصن الواحد من اولاده من العين. هيك دائما حطوا النية وحطوا الشغلة، مثلا عم بتقولوا عنيتي ونيت ولادي، عنيت رزق، عنيت الصحة، عنيت اي شيء. فدايما للعين تقرا المعوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اول شيء الفاتحة، قل هو الله احد مرة مرة، آية الكرسي تقروها كمان مرة وبس، هيدي مشان العين. وفيكم تحطوا كمان سورة ياسين اذا ما قادر حدا نحط كل يوم سورة ياسين، اهم شي تحصنوا حالكم بهيدي الايات. كمان مشان الحسد المعوذات على طول على طول، كل اعوذ برب الناس، كل اعوذ برب الفلق، ثلاثة بثلاثة، وبعدين كل هو الله احد مرة بتصير سبعة. انه بقلك بالايات ما فينا نقول ان شاء الله بتقولها 100 مرة، ليه بقول لك قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة، وفيك تقولها بلا عدد، بس دائما السبعة يتم الأمر بإذن الله، رقم السبعة، لأنه ربنا في سبع سماوات وسبع أراضين، كل شيء رقم سبعة. أنا يمكن وعدتكم أحكيكم برقم 40، وكمان بوعدكم بحكيكم برقم سبعة. ليش رقم سبعة؟ اوكي، اذا بنلاحظ عجائب السبعة، سبع ايام، سبع ليالي، الاسبوع سبعة، اسبوع الولد سبعة لما بيولد، وكمان هذا كله بيخص
السبعة اللي هو ربنا خلق الدنيا بسبعة أيام، رقم سبعة، والأربعين اللي بتخص الروح، أول ما بتخلق الروح لحتى 40 يوم، أوكي، وأول ما بترحل بترحل على 40 يوم من الدنيا نهائيا، أوكي، بتضل بالدنيا 40 يوم على فكرة، وكله 40 40 40، صح؟ إذا بتلاحظوا حتى ما تم ميقات ربه 40 ليلة، وأتينا موسى 30 ليلة فزادهم 10 حتى تم ميقات ربه 40 ليلة. يعني كل شيء بهالدنيا موجود بالقرآن، بس بدنا نعرف كيف نفسر هذا القرآن. كل شيء بهالدنيا، حتى مثلث برمودا كمان رح يحكي لكم عنه. في ناس العلماء كل واحد شو بقول، بس انا بقول يعني ان شاء الله بقول لكم القصة الحقيقية شو هي مثلث برمودا، لانه صار في عليه اختلافات كتير واراء كتير، وكل واحد عنده فكرة بحطها، والاشكال يختفوا السفن والطائرات لما تمرق من فوق، كمان مذكورة بالقرآن هذه مثلث برمودا. من فوقهم سبع، من فوقهم سحاب، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ظلمات فوقها، فوقها ظلمات، موج من فوقه ومن تحته موج سحاب. هذه ما بعرف بأي صورة، بس خليني أشوف بأي صورة وبقرأ لكم إياها وفسركم إياها. فهون هو مثلث برمودا، أوكي، وليش هو وليش بيصير هيك وليش بيختفوا الطائرات. في ناس قالوا اشياء كتير عنه، اخطاء، انه كل واحد قال رأيه، بس رأيه الاساس هو موجود بالقرآن الكريم، اذا اخرج يده لم يكد يراها، لانه يعني السحاب كمان شو بتصير لما بتتجمع وهيك. اكتشفوا علماء بامريكا وشافوا هذا الشيء موجود بالقرآن الكريم، مثل ما مثل ما اكتشفوا ايضا المي، انه المي في برزخ، بينهما برزخ، يعني كمان بسورة الرحمن المي المالحة ومي الحلوة، وبينهما برزخ لا يبغيان، اوكي، هاي كمان كتير مهمة، كمان فسركن اياها. اكتشفوا انه في مي مالحة ومي حلوة بالبحر، وبينهم برزخ لا يبغيان، ما مبين حتى، بس مبينوا العلماء صوروا وبينوا، فبعدين كتير اسلموا من بعد ما شافوا هالشي الظاهرة وقروها بالقرآن. وكمان ظاهرة مثلث برمودا كمان قروها بالقرآن، كتير من علماء امريكا اكتشفوا هذا الشيء واسلموا. بالنسبة اخر شيء بدي اقول لفك السحر اهم شيء، كمان للحسد فيكم تقروا آية الكرسي 70 مرة على أنية مي كبيرة، او كل ما كبرتوا المي كل ما كان احسن، اذا كان عندكم عيلة كبيرة قالوا مي آية الكرسي 70 مرة بتفك السحر، بتفك العين، بتفك الحسد. للعين والسحر والحسد كمان في طريقة تالتة، او طريقة تانية بالاحرى لو في هذه للسحر، 7 حبات تمر، كل حبة تمر آية الكرسي 7 مرات، وبتاكلوا 7 حبات تمر على الريق مرة بالاسبوع او مرة بالشهر، اوكي، هذه لازم يكون فيها 7، هذه الاساس لازم يكون فيها 7، و70 مرة هذه انا بأكدكم على العدد، انا بعدنا عم بقولكم 7 لانه الدنيا خلقت ب7 ايام، مشان هيك مربوطة هذا الشيء بالدنيا نحن عايشين عليها، هذا الكوكب مربوط ب7 سماوات و7 اراضين، اوكي، مربوط ب7 ليالي، وربنا على عرشه باليوم السابع كان. اخر شيء لفك السحر كتير مهم اللي عم يعانوا منه، وبدي اقول لكم السحر بتردد كذا مره ليعلق على الشخص، وبكون تعملوه كذا مره لتفكوه عن هذا الشخص او لا تفكوه عن نفسكم، مش مره واحده بقول هيك عملتنا مره ومرتين خلص زهقت، لا، بكون ضلكم تعملوا تعملوا تعملوا. ليه؟ لانه السحر اول شيء بنحط عليه مارد من العالم الاخر، مارد بحطوا السحر عليه، بيوكلوا بيقعدوه بيقولوا له عود عليه، قديش هو معمر، قديش هو قوي هذا الساحر، لحتى يكون عنده معمرين بالعمر، كل ما كان مارد كل ما كان قعد اكثر، ايش كم بده يشيله هالمارد غير ايه
الله سبحانه وتعالى غير القرآن الكريم غير رب العالمين هو القوي، بس بكون نتردد ونشوفه قديش هذا المقبور قاعد على هذا السحر. قامتين بيفك السحر كمان، اذا ما حدا ما عارف انه عليه سحر قامتين بيفك السحر، بتلاقي اموره معركسه وتسكرت الامور كلها وتطلق وهيك، لانه يعني السحر اكثر شيء بنعمل للمراه والرجل، يفرقون ما بين المرء وزوجه، ها هي بسوره البقره، وهذا الشيء باسم الله الا لان ربنا كاتبه. عرفت كيف؟ هاي انتبهوا لهذا الموضوع، يعني مش كل واحد عنده خلافات مع زوجته وخلاص تاخذوه انه خلص سحر، لا سحر منه هين، بيعمل له اشارات وله معالمه وبيقولوا ظهور مش له اشيائه بين على الارض، يعني كثير مش كل واحد بيعاني من مرته وزوجته وزوجها وهذا انه خلص سحر، لا له معالمه. هلا خلينا باللي عليه السحر شو كمان شو لازم يعمل. اهم شيء حكيت قبل هذا التفاحة، شو ما كان لونها قبل النوم بتاكل تفاحة، ما بتاكل شيء من بعدها لمدة 40 يوم، حكيت كمان انه بالاربعين قبل شوي، لمدة 40 يوم، وصير بالاسبوع مرة تاكلوا تفاحة، ما بتوقفوها ابدا. اوكي، اللي بخاف من السحر لو ما عليكم سحر، اللي عليه سحر ولا ما عليه سحر، هذه بتحصنكم من السحر وبتحصنكم اذا دخل السحر على جسمكم، واذا عليكم سحر بفك السحر. اوكي، مية البحر خميس جمعة السبت بتجيبوها من البحر، لانه فيها العود العنبر يا ربي من الحيتان، لانه فيها العنبر العنبر، اللي ما بيقدر يوصل للبحر بحط مي وملح خشن وشوية عنبر، خميس جمعة سبت بتكبوهم كب، هول فيكم كبوهم كب من بعد كل شيء. اوكي، وحتى لو تعولوا البحر بتكبوهم كب، يعني ما داروا تحمموا حالكم الصابون هالثلاث مرات، وكل اسبوع ما يعملوها لحتى تحسوا حالكم ارتحتوا. لفك السحر كمان اهم شيء اهم شيء انكم تقروا ايات السحر الموجوده بالقران، اللي هلا كنت انا مثلا ايه النبي موسى تلقفوا كله من حولها، فاذا هي صعبان تسعى فيكم تقروا اخرج يده مثلا من جيبه بيضاء كان برهان. كل ايات السحر هذيك مش للسحر، هذيك برهان بالاخير بتقروها. كل آية السحر موجودة بالقرآن بتقروها كل يوم بترددوها. شوفوا آية السحر القرآن اللي بيعرف بالقرآن، أو بالنبي بسورة النبي موسى آية السحر، خدوها وقروها دايما. ومي 70 مرة آية الكرسي هذه للسحر كمان مع هيدي آية السحر كنت تعملوها. والتمر شو ما كان نوع التمر، شو ما كان من المدينة أو غير المدينة، إن شاء الله من البلحة جايبينه، مش ضرورة تقولوا لي من وين بدنا نجيب السودا ولا ولا البنية، شو ما كانت من الصحراء من محل بيطلعوا على الشجرة قطعوا لي صبعة وقولوا ما ضروري منين أرضها، وهيك بينفك السحر نهائيا إن شاء الله.